سامح بطولة رقم 28 ترجي الرياضي التونسي أكيد بعد برشلونة. الحمد لله يا ربي ساعه مبروك علينا ومبروك على العائلة الترجية كل تيتر هذايا. لقب كان لقب عنده طعم خاص كان بعد برشا تعب وبرشا تضحيات. الحمد لله يا ربي اخر سيزون ترجي هو حامل اللقب ان شاء الله يا ربي بمزيد تتويجات، وان شاء الله في تتويجات من اهم من بطوله تونس. ان شاء الله نحبوا على تشامبيونز ليغ ونحبوا على كوبا راب ان شاء الله كما فرحنا اليوم نفرحوا في المستقبل القريب ان شاء الله. عاد سامح بعد التجربه الاحترافيه بين اللي عنده مكانه في الترجي الرياضي التونسي وهذا ما انتبه رأي الجماهير الكل والفنيين الكل. الحمد لله الواحد ما يزموش يهبط يدو، الواحد ديما يخدم على روحه ديما يعني يعطي ثقة في روحه، ما يزمش الواحد يهبط يدو ويستسلم ويقول سيء معنا بعد خروجي من الترجي، والناس كلها تعرف معنا كيفية الخروج. الواحد ما هبطش يديه كامل يخدم على روحه، ومن تجربة في باجة لتجربة الأهلي طرابلس الحمد لله جات الفرصة باش الواحد يعاود يلعب مرة أخرى في جمعيته، وإن شاء الله يا ربي الواحد يكمل كاريره وبرشا تتويجات معهم إن شاء الله. الشامبيونز ليغ والبطولة العربية أكيد زاد خلينا نقول لك ما انت ممكن دي في جديد وصعيب باش يكون على الترجي الرياضي التونسي مش باش يكون بس صحيح باش يكون صعيب على الفرق كلها معنا بما فيها الاسبيرونس معنا جمعيات الكل تحضر وجمعيات الكل حاجتها بتيتر هذا معنا اللي يكون محضر خير ويخدم اكثر ويعمل اقل اغلاط ان شاء الله هو باش يكون متوج ان شاء الله يكون من نصيبنا معنا يظهر لي من 2010 ل 2018 ترجي تحصل على تيتر هذا مره واحده خاصه نحكي على الشامبيونز ليغ معنا تحصل عليه مره واحده اللي وجهه نظر خاصه معنا كانت ترجي تنجم تتحصل عليه ثلاثه ولا اربع مرات ما حالفناش الحظ ان شاء الله حلبنا الحظ السنة وإن شاء الله نكونوا في منصة التتويج يا رب. سر محبة الجمهور سامح الدربالي ما فما حتى سر يظهر الواحد يخدم على روحه ويحاول يعطي كل ما عنده معنا الجمهور صحيح يقول لك أخويا مانيش طالب منك باش تماركي له حاجة أما أعطي كل ما عندك وعرق على المريول والعب بقلبك يظهر لي تعمل هذوما كله معنا حتى تكون أمبيز وماكش أنفورم معنا الناس تصفق لك وتحترمك إن شاء الله يا ربي كما الواحد عيطوا باسمه إن شاء الله يفرحهم في الماتشات الكل يا رب. معاش خويا مرسي.